السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، انا جبت ده ماسك اسمه بي بيوتي، من تركيا. تمام، هو حلو وجميل ومش هختلف عليه. هو الماسك كريم وجواه بني، يعني هو بني اصلا وجواه كريم. تمام، بس عمل لي عيب، يعني هو عيب، يعني ان الماسك ده عمل لي قشرة، وهو طر شعري. ريحته حلوة، بس عيبه ان هو طر، يعني هو عمل لي قشرة جامد قوي. معرفش ليه، هل انا استخدمته غلط؟ مش عارفة، بس انا استخدمته زي مواصفات يعني. بس هو الصراحة ما عجبنيش خالص. يعني هو من جراتيس وب16 ليرة، بس ما عجبنيش الصراحة خالص، مش حلو. ده من رأيي انا، يعني انا استخدمته حسيت ان هو مش حلو. مش عارفة بقى، ممكن يمشي مع حد تاني، بس كرأيي لا، مش حلو خالص. مش حلو لان عمل لي قشرة. ممكن انا استخدمته غلط، مش عارفة، بس هو عمل لي قشرة وما عجبنيش الصراحة. انا قلت اقول لكم عليه. واللي عندها اي، يعني اي معلومه تضيفها لي ان انا استخدمته غلط، او في حاجه فيه انا معرفش ليه عمل لي قشره، مش فاهم. عمل لي قشره وحكه، يعني انا كنت بهرش جامد في راسي، ممكن يكون اتحسست منه. بس قلت اقول لكم. يلا اشوفكم على خير، باي باي.